أهلا بكم سيداتي سادتي، هذا أحمد عبد الرحمن صديقكم وصديق الجامعي، يحييكم هنا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأيت ملول بشراكة مع حكومة الشباب الموازية ومؤسسات فريتش النومان من أجل الحرية بالتنسيق مع مصدر الصياغات القانونية والتقنيات التشريع بالمغرب ومسلك الإجازة المهنية العلوم القانونية والجناية والأمنية. إذن سيداتي سادتي، كما تشاهدون هذه الجلسة كانت افتتاح الجلسة بكلمة السيد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأيت ملول، إليها كلمة للأساتذة المؤطرين وكذلك مجموعة من المؤطرات في هذا اللي تتابعوا معنا هذا الروبورتاج. رحيم مطور، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أيت ملول جامعة ابن زور. كعادتها اليوم كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أيت ملول تحتضن فعاليات البرلمان المتنقل في إطار الأنشطة الموازية التي اعتادت الكلية على تنظيمها من أجل انفتاح المؤسسة على محيطها السوسيو اقتصادي، وأيضا من أجل تقريب الطلبة من ما يدور على أرض الواقع، لأنه لا يكفي فقط النظري بل أيضا لابد من تنمية المهارات الناعمة والمهارات الذاتية للطلبة. واليوم في إطار محاكاة البرلمان الدستوري، فهذا يعني المبادرة من شأنها تأطير الطلبة خصوصا في ميدان سياسات العمومية وأيضا في تحليل سياسات الترابية، وأيضا هذا يهدف بالأساس إلى تشجيع الشباب على الانخراط في العمل السياسي وفي العمل الميداني، وأيضا تشجيع الشباب على الانضمام إلى الأحزاب وإلى جمعيات المجتمع المدني. شكرا. دكتورة فتيحة الطلبي، أستاذة القانون العام، زائرة بكلية الحقوق تطوان، عضوة في حكومة شباب الموازية الوطنية، جينا اليوم لتنظيم يعني قافلة البرلمان المتنقل برحاب كلية الحقوق أيت ملول. هذه المبادرة ديال البرلمان المتنقل هي مبادرة شبابية بامتياز من بين المبادرات اللي كتبناها حكومة شباب الموازية واللي دارت بشراكة مع المؤسسة الألمانية فريدريش نومان. كنشكروا يعني الأساتذة الكرام في برحاب كلية الحقوق أيت ملول اللي رحبوا بالفكرة واللي بداوا الرغبة ديالهم الجدية في الشراكة مع حكومة شباب الموازية باش ننقلوا هذه التجربة الجد متميزة اللي هي محاكاة للبرلمان المغربي للطلبة داخل أسوار الكلية ديال أيت ملول باش يتعرفوا عن قرب على الأدوار ديال المؤسسة التشريعية، كيفية تقييم والفرق بين السلطات التشريعية والتنفيذية والطريقة ديال العمل البرلماني. هكا غادي نشجعوا الشباب أكثر على الانخراط السياسي، على المشاركة السياسية أهم، ونشجعهم أكثر على أنهم يكونوش فقط مستقبلين ولكن يكونوا فاعلين في بلادهم، يكونوا يساهموا في بلورة وتطوير السياسة العمومية، وأيضا من بعد لما كتخرج السياسة العمومية على أرض الواقع يساهموا في تقييم وتحليل ديالها، وليس يعني ملاحظات وانتقاد من أجل الانتقاد، بل يعني حتى إذا كان انتقاد وإذا كان تحليل يعطيو حتى وسائل وحلول بديلة. وهكا غادي يكون الشباب المغربي كما عهدناه دائما مشارك فعال في تطوير البلد. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد فهمي، طالب باحث ماستر الإدارة وحقوق الإنسان والديمقراطية بجامعة ابن زهر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير. كنشاركوا اليوم في واحد دورة تكوينية في إطار تشريع من خلال محاكاة عمل السلطة التشريعية.
بالكليه ديال العلوم القانونيه والاقتصاديه والاجتماعيه بايت ملول من تقدير الدكتور عبد الحكيم حكيم التوزاني اللي هو مؤطر ديالنا حتى في الماستر ديال الاداره وحقوق الانسان والديمقراطيه. وهذه الورشه تتغير من بين ما تتغير هو ان الطالب سواء ديال الاجازه او ديال الماستر او ديال الدكتوراه يعرف حقيقه هذا التشريع ماذا يجري في البرلمان من خلال تنظيم الجلسات ديالو، من خلال الاسئله الشفويه، من خلال التعقيبات، من خلال الاجوبه ديال الوزراء، كيف تكون العلاقه بين النواب والنظام الداخليه ديال مجلس النواب، ثم الغرف اللي كاين في مجلس النواب، ثم اللجان اللي كيتكون منها مجلس النواب والوظيفه ديال كل واحد فيهم. اذا هنا كنرافقوا اللي هو السياسه ديال التعليم العالي حاليا انه يترافق النظر مع تطبيقي العملي، ان الطالب كيقرا في الجانب النظري وتيجي للورشات كيطبق فيه داكشي اللي قرا، وتما كترسخ الافكار والمعارف، ثم يكتسب تجربه حياتيه اللي هي ضروريه للميدان العملي اللي كيولجوه الطلبه. لان قديما في السابق كانوا الطلبه كيولجوا الميدان العملي بالنظري، ولكن مساكن ما كتكونش عندهم تجربه. وهذا هو التوجه ديال المغرب فيما يخص انه ملازمه النظري مع التطبيقي. وكنشكروا بالمناسبه الناس اللي كانوا السبب في هذا الحدث اللي هو اكاديمي مهم، على راسهم عميد الكليه والطاقم ديالهم من الاساتذه والدكاتره والطلبه ايضا. وشكرا لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. معكم طالبه ايمان بوغي، طالبه باحثه بسلك ماستر صياغه القانونيه وتقنيه التشريع بالمغرب. اليوم نظمت كليه العلوم القانونيه الاقتصاديه والاجتماعيه ايت ملول بشراكه مع حكومه الشباب الموازيه، مؤسسه فريده شناومن من اجل الحريه، بالتنسيق مع ماستر الصياغه القانونيه وتقنيه التشريع بالمغرب، ومسلك الاجازه المهنيه، العلوم القانونيه والجنائيه والامنيه، دوره تكوينيه تنفيذ العمل التشريع من خلال محاكاه عمل السلطه التشريعيه. طبعا بالنسبه اليوم الصباح كانت واحد الجلسه افتتاحيه بحضور السيد عميد كليه العلوم القانونيه والاقتصاديه والاجتماعيه والسيد منسق ماستر الصياغه القانونيه الاستاذ محمد همام، وايضا المشرف على هذه الدوره التكوينيه واللي هو الاستاذ المحترم الاستاذ حكيم التوزاني اللي شرف على التقدير ديالنا والمتابعه والمواكبه، فله منا جزيل الشكر. وطبعا بحضور الأستاذة فتيحة الطالبيلية رئيسة حكومة الشباب الموازية. ودابا كانت عندنا محاكاة، بالنسبة للمحاكاة خدمنا على المشروع قانون 28 متعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمة الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية. كان عندي الدور ديال المقررة، طبعا كانت تجربة ممتازة وجيدة. وكان نشكر الأستاذ اللي أثرنا وواكبنا، وكانت عنده فكرة إحداث هاد الدورة التكوينية وهاد المحاكاة. وطبعا تحية طيبة للسيدة فتيحة طلبي رئيسة حكومة الشباب الموازية اللي نظمت معنا هاد الدورة التكوينية التي تضم كما قلت لكم ثلاثة ديال الورشات زائد الجلسة الافتتاحية. وشكرا لكم. عائشة أمغار، أستاذة جامعية ونائب رئيس جماعة أيت ملول.
حضور اليوم هنا يعني في هذه البادرة الطيبة من خلال يعني تجربة برلمان الشباب، يعني بادرة طيبة جدا للانفتاح الطلبة على عالم التشريع من منظور تطبيقي وليس فقط المنظور النظري. بالنسبة لبحال هذه الالتفاتات ديال الطلبة، أكيد أنها غادي تحفزهم باش أنهم يشوفوا المسار السياسي ديالهم، يشوفوا تاهما يكونوا نواة للعمل على تغيير الوطن للأفضل، وليس فقط أن نكون من باب الانتقاد وراء الحواسيب كما نعتاد عليه اليوم ونشاهده. الميزانية مثلا، أن الشباب أنهم يعرفوا المكونات ديالها هي مسألة ضرورية، لأننا قبل أن نبحث على المصاريف، يعني أين نصرف وماذا سنبني وماذا سنؤهل وكيف سنؤهل المدينة أو الوطن، يجب أن نعرف أيضا كيف ترتب أو كيفية تنزيل هذه الميزانية إلى أرض الواقع. وربما ينفعنا هؤلاء الطلبة من ناحية تغيير بعض القوانين التي تعرقل تنزيل هذه الميزانية على أرض الواقع كما يجب. في الحقيقة نظرا للتجربة المتواضعة التي أكتسب اليوم كنائب رئيس الجماعة وكرئيس لجنة مالية في المرحلة السابقة، هناك عدة عراقيل تواجه تنزيل هذه الميزانية. هناك خصوصا أنني اليوم أشتغل على المداخيل ديال الجماعة، هناك أن الملزم يجب أن نربي ثقافة أن الرسم أو الضريبة هي واجب وطني يجب أن يرسخ لدى الجميع لتنمية مداخيل الجماعة، وليس ضريبة أو أنها إشكالية لقهر المواطن، لأننا لابد من مداخيل لكي تكون هناك مصاريف غاية الأهمية تستجيب لحاجيات المواطن البسيطة التي يريدها اليوم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.